هيثم صلاح. حضرتك احنا شركه بامبو وان مصر، احنا اول شركه متخصصه في خام نبات البامبو. للاسف احنا البامبو ده اللي احنا بنشتغل بيه ده خير الخرزان اللي معروف بيه. احنا دي خامه ثريه جدا وبتعمل منها مجموعه من المنتجات. احنا ابتدينا نشتغل بيها بمجموعه المنتجات اللي هي الحرف اليدويه او اللي هي مش محتاجه ميكنه او اللي توفر فرص عمل كبيره. احنا شغالين في الموضوع من اول الزراعه للصناعه، بنحاول ان احنا نقدم الخامه دي بشكل يعني مفيد وينعش الاقتصاد ويتيح فرص عمل باشكال مختلفه الحاجات دي. فكل المنتجات اللي احنا عرضناها دي حاجات مستلزمات ديكور، اضاءات، اكسسوارات، كل دي وكلها صناعه مصريه وكلها بامبو موجود من مصر يعني للقصه. لا في الحقيقه انا كنت شغال في الملابس قبل كده وبعدين عملت سويتش في فتره من الفترات وابتديت لقيت الخامه، فابتديت ان انا يعني النت برضو كان مفيد شويه ان الناس دي بره وصلت لايه. الخامه دي معروفه في شرق اسيا كويس جدا ومعروفه في الهند ومعروفه في فيتنام. ابتدى الواحد بقى التجربه يعني، فالواحد ابتدى ان هو يتعلم القصه، وهي الموضوع مش صعب. ده اللي احنا بنقوله حتى ان الخامه ممكن ان ناس كثيره جدا تعرف تشتغل عليها. فاحنا الحمد لله عملنا سيستم نظام انتاج ونظام اقسام والحاجات دي كلها بحيث ان الخامه تستخدم وناس كثيره قوي تقدر تتدرب عليها وتشتغل، يبقى في فرص عمل منها. البامبو ده اساسي، الخامه البامبو اللي ورا التخينه دي موجوده من مصر، بس طبعا هي مش موجوده بكميات تساعد ان هو يبقى فيه صناعات. بس احنا دلوقتي اوريدي بنشتغل فيها، لان البامبو ده ممكن يتعمل منه باركيه، يتعمل منه خشب، يتبني بيه بيوت في الحاجات دي. فاحنا شغالين دلوقتي الفكره من الزراعه للصناعه، احنا عايزين ننمي المساحه المزروعه من البامبو لان هو اوريدي مفيد للبيئه جدا، ودي نقطه مهمه جدا. هو الحل اللي يعتبر الحل الوحيد الطبيعي للتغيرات المناخيه. البامبو اللي حيك وراك ده بيمتص ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين بنسبه 35% اكتر من الاشجار العاديه، فكعلميا ان هو الحل الوحيد للقصه. فاحنا بنحاول ان احنا نزيد المساحه المزروعه من البامبو، وبالتالي ايجاد فرص ان احنا نعمل صناعات اكبر منه ونعمل تطوير وزياده في الانتاج للصناعات.